إطلاق الأعير النارية في المناسبات السعيدة أو الحزينة هو فعل مرفوض مجتمعياً وقانونياً، وطالما كان محط ملاحقة ورصد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يكون ملحقاً بمطالبة لمحاسبة القائمين على هذه التصرفات. لكن الحادثة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع كانت ملحوقة باستغراب وتعليقات طريفة كثيرة، وذلك للسبب الذي لأجله أقيمت هذه الاحتفالية في لبنان، وبالتحديد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا، التي شهدت احتفالا غريبا من نوعه رافقه إطلاق كثيف للأعيرة النارية التي أفزعت سكان المخيم وظنت أن اشتباكا قد حصل. إلا أنه بعد تحقق سكان المخيم من القصة اكتشفوا أنها لم تكن إلا احتفالا لأحد الأشخاص بصدور نتيجة فحص كورونا الخاص به، والتي تبينت أنها كانت سلبية، فما كان من الرجل إلا أنه أقام احتفالا لذلك وتم توثيقه بفيديو قصير انتشر على السوشيال ميديا بقوة أمس. متابع، لنستطلع أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الفيديو، ونبدأ من دارين التي غردت قائلة: يعني لو ما كان مع كورونا بعد هذا التجمع أكيد صار مع كورونا، ألف مبروك. أما طارق محمد فكتب: انسوا كورونا، انسوا الإصابات والفحوصات، إطلاق النار لوحده ممكن يقتل ناس أكثر من كورونا. وأخيرا تعليق من داليا قالت فيه: هذا نهاية الملل.